الجزء الاول الحقيقه جزء شيق جدا. انا عن نفسي ببقى يعني ما عنديش حياديه في مجال المراه، في مجال المراه لما تكون هناك امراه قياده ناجحه تستطيع ان تاخذ قلبك في محاضره بسيطه مدتها مثلا ربع ساعه، لما يكون كمان في طريقة في العرض، لما تتكلم عن الموارد البشرية، لما تكون مرشحة لجائزة في الإمارات وحاصلة على جوائز كثيرة، لما تكون جامعة في إنجلترا كرمتها عن رسالة الماجستير أو دكتورة. الدكتوراه الخاصة بيها، أكيد لازم هذه الوجوه المشرقة نقول لها اهلا بيكم وفيها حاجه حلوه، واحنا اللي نحط السبوت. دايما اساتذه الجامعه ما هماش مغرمين قوي بالاعلام، لكن احنا اللي لازم نشدهم شد الى الاعلام علشان نقول لهم بالفعل للشباب بقى الاصغر سنا، من الممكن ان انت تستطيعي انك انت تكوني زوجه ناجحه وام ناجحه وكمان في مجالك تكوني ناجحه. بس انا عندي عقيده كده هبتدي منها الحوار وهقول لها، انا دايما بقول زي ما كل ما وراء كل رجل عظيم امراه دفعته للنجاح، الا ان وراء كل امراه ناجحه رجل. الرجل ده مش لازم يكون الزوج، الاب، الزملاء في العمل، هو اللي دفعها الى النجاح دفعا. كان ليا الحظ انه بالفعل اي راجل انا اتعاملت معاه في حياتي هو دفعني الى النجاح بالفعل. فحسأل دكتورة غادة وهبتدي معاها الأستاذة الدكتورة غادة القط، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. نورتيني، اهلا بيك يا استاذه فخورة امل، بيكي. الله يخليكي. انا اللي متشكره على المقدمه الجميله جدا، وبشكرك على الدعوه الكريمه، وان شاء الله يكون لقاء يعني مثمر باذن الله. قبل الهوا تطرقنا لموضوعات عادية كده، فلقيتك بتقولي بابا، يعني فأول حاجة مفيش ست بتبقى ناجحة إلا لما يكون البيت أساسا، الأب رحمة الله على أبي يعني وأدام الله عمر يا والدك، رب. هو اللي دفع هذه المسألة. بصي الحقيقه يعني انا بعتبر نفسي محظوظه، ربنا يا رب يديهم الصحه، والدي ووالدتي الاثنين الحقيقه لهم عليا فضل كبير لا يمكن ينسى. والدي بقى له قصه الحقيقه، اما كنت في الكليه، ودي حاجه طبعا يعني كده انا ما قلتهالكيش ومحدش يعرفها، وهو لو سمعني دلوقتي او هيسمعني بعدين هيؤكد على ده. لما كنت في الكليه هو اللي قال لي ادخلي بكالوريوس اداره اعمال. طب انا بحب المحاسبه، ادخلي اداره اعمال، انا شايف ان فيها مستقبل. والحقيقه فعلا كان له بصمه كبيره، يمكن تخصصه لا خالص مش تخصص، ولكن كان له بصمه ان الاداره مفتاح النجاح، وان الاداره هي السلاح، وانه لازم نتحول كلنا للتوجه الاداري. وانا الحقيقه يعني والدي بديل له بالفضل، وله حاجات كتيره في حياتي جدا، ووالدتي كمان الحقيقه انا واخده كتير منهم وبدعي لهم، لانه اللي احنا فيه النهارده الحقيقه بفضلهم الحقيقه. طيب ده الجزء العائلي، واكيد برضو في مجال العمل هتلاقي ان هناك رجال دفعوكي للعمل معاهم وساعدوكي. صحيح احنا بنتمتع بمجتمع ذكوري غير عادي، لكن مش كل الناس يعني مش طول الوقت بتقابلي. يعني انا في رحلة حياتي برضو ما كانش عندي معوقات في مجتمع ذكوري في العمل، لا. بصي احنا في الاكاديميه، انا بشتغل في الاكاديميه الحقيقه من سنه 93، من اول ما بدات كليه الاداره. كنا مجموعه متجانسه، كان عندنا طبعا اغلبنا البنات كانوا قليلين الحقيقه. دلوقتي الوضع اختلف، لكن في بدايه شغلنا لا طبعا كان العدد، احنا كنا قليلين، بس ما كناش بنتعامل رجاله وستات، لان احنا كنا رجاله قوي في العمل. معاك العمل. يعني الشغل شغل، فكنا كلنا متوازنين. حكايه مين ساعد مين، كنا زمان مختلفين عن دلوقتي، يعني البيئه مختلفه، بيئه العمل كلها مختلفه. كل ما بتكبر المؤسسه كل ما العلاقات بين الناس بتبعد شويه، وكل ما بيبقى فيه اهتمامات مختلفه في مجالات العمل، فكل حد بياخد الطريق اللي هو عايزه. الزمايل مهمين، الاصحاب مهمين، المرؤوسين مهمين، بيئه العمل كلها مهمه. لما تكون بيئه العمل دافعه دي تبقى حاجه كويسه. دكتور خليني بقى اكلمك عن الجائزه اللي انت مرشحه ليها في الاونه الاخيره، وبما انها جائزه دوليه فانا يعني من هذا المنبر بقول لكل الناس ارجوكم اعملوا فوتنج لدكتور غاده القط. دكتور غاده القط هي مرشحه مع خمس أربعة اربع جنسيات، وهي الخمسه ما هيش جنسيات مصرية،
لكنها البروفايل بتاعها السي في بتاعها يؤهلها لذلك. اتفضلي. بصي الجائزه دي بالذات يعني هي جائزه ليها انا بعتبر نفسي كسبتها من غير ما اكسبها، يعني اتمنى ان انا اكسبها طبعا هيكون فضل من ربنا. الجائزه دي ليها طابع خاص. الجائزه دي مين اللي مرشحني ليها؟ مش هتصدقي، دول الطلاب بتوعي خريجين الكليه من دفعات الماجستير والدكتوراه السابقين، وهم وفي منهم حاليين، وهم اللي فكروا يرشحوا يعملوا النومينيشن ده. لما بعتوا كل حد بعت الترشيح، فبدات الجهه اللي فيها الجائزه بعتوا لي عشان قالوا لي انت تم اختيارك، بقيتي من الناس اللي اتعمل لهم نومينيشن ترشيح يعني، وبعد كده هنختار الناس اللي تدخل مرحله نمره 2 اللي هي فيها شورت ليستد. فالحقيقه انا دلوقتي في المرحله الاخيره اللي هم اختاروا فيها الانواع الناس اللي تنفع انها تكون مرشحه لهذه الجائزه. بس انا دايما بقول لهم، انا حتى قايله لهم، قلت لهم لو حصل فيه نصيب، هم عاملين كامبين كبير جدا على فكره، مكسرين الدنيا في اسكندريه، في اسكندريه والقاهره والدول العربيه عاملين شغل جامد. فقلت لهم والله انا كسبت محبه الناس دي كلها، دي تكفيني جدا، لانه الحقيقه في ناس كتير بتتكرم او بتعرف حب الناس بعد ما بتموت. انا بعتبر، انا حقيقي بكلم بجد، انا كنت الامان، في ناس كتير بتعرف ان الناس بتحبها او ما بتعرفش، يعني بيبان ذكراهم بعدين، لكن انك تحسي ان كل الذي بتحبك وانت موجوده دي حاجه جميله جدا. فانا بشكر كل طلابي من هذا المنبر، وبشكر كل الناس اللي مرشحاني للجائزه دي، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم، وهي ان شاء الله تكون جائزه مصريه. هي الجائزه او السباق على الاداره، يعني قيادة المرأة. فقيادة المرأة دي يعني ايه الحاجات اللي اهلتك انك تدخلي هي موضوع المرأة في الوقت الحالي، من اول ما بدأت استراتيجية الدولة 2030 وهي كل الدولة متوجهة تجاه تمكين المرأة، وده موضوع محوري الحقيقة. موضوع تمكين المرأة عشان يتم لازم، مش هيتم ونقعد نقول طب عدد المرأة في المجتمع، طب الكوتا بتاعت المجتمع، لا، احنا عايزين نخلي تمكين المرأة تمكين فعلي. عشان تكون ممكنة بطريقة فعالة يبقى هي محتاجة تكون متعلمة، مؤهلة، مدربة، واعية للشغلانة اللي بتشتغلها، ويكون في كمان توازن أسري يسمح لها بالعمل. البيئة بتاعتنا الحقيقة، البيئة عموما مش بتبقى مشجعة جدا للعمل، لانه بيبقى فيه حاجات يعني عشان واحدة تقدر تكمل شغلها في بداية حياتها لو عندها اطفال مثلا، لازم حد يتولى ده. مش كل الناس عندها المقدرة دي، ومش كل الناس بتقدر تعمل ده. فبيبقى لا، وتحديدا دلوقتي دكتور حتى الجدة هي بتشتغل، ما بالظبط يعني، فبالتالي بيبقى فيه ناس بتبدأ تقول طب نسيب الشغل عشان خاطر ولادنا وحاجات. لكن الحقيقة التوازن الأسري، ودي يمكن نقطة من النقاط المحورية جدا اللي بدأت أتحول لها في أبحاثي على فكرة. يعني احنا انت عارف حضرتك في طبيعة شغلنا لازم بنعمل أستاذية باستمرار. فالحقيقة هو أنا خلصت أستاذية الحمد لله، بس أنا برضو محبة للأبحاث، فأنا زلت مستمرة في ده. الفترة الحالية أنا بشتغل على المرأة فعلا، يعني بعمل الحاجات بتاعتي على الـ Women in Management، وبشتغل على القيادة، المرأة في القيادة، المرأة في المناصب القيادية، ايه الحاجات اللي تؤهل المرأة للمناصب القيادية، وكمان ايه المعوقات اللي بتصادفها عشان تقدر تكون موجودة في المناصب القيادية، وهل هي تصلح في المناصب القيادية ولا لا. اكتشفنا بقى عدد من النقاط، اللي منها هل بيئة العمل بتساعد، هل بتوفر، المجتمع بتاعنا، يعني الناس ما تزعلش مني بس هو مجتمع ما زال يتميز ان هو مجتمع ذكوري، وبالتالي وجود يعني مثلا هذه حركة مثال، لو في واحد ومراته الاثنين في نفس الوظيفة واتصلوا بيهم المدرسة قالوا لهم ابنك او بنتك تعبان، مين اللي هيمشي؟ مش في كل المستويات، 90% الام، 90%. هو اللي اصعب من كده يا دكتور، مش عشان كده بس، هما بيبقوا في نفس الوظيفة وبعدين هو يروح البيت وهم تعبانين زي بعض بالظبط. تعبانين زي ما هي عندها الاعمال الاخرى. ايوه، بتشتغل 24/7، بتشتغل على طول، هي بتشتغل زيه وبتشارك زيه في البيت وبتعمل كل ده، اول ما تروح البيت يقول لها فين الغدا؟ اشتغلي تاني. لا، ما هي هقول لحضرتك حاجه، فين الغدا؟ البيئه بتاعتنا الدول العربيه على فكره، مش مصر بس، الدول العربيه، الدول العربيه بتنظر للمراه ان هي خرجت للشغل دي منحه، لا، وهي موجوده في البيت دي اساس، فبالتالي التوازن. وعشان كده دي الافكار الجديده اللي انا بشتغل عليها دلوقتي، انا شايفه انها منحه قوي. ما هي مش يعني منحة. اي حد من الشابات اللي بيقول، يعني انا تلامذتي في اعلام 90% منهم بيقول لي انا مش عايزين نشتغل فعلا بجد والله في الوقت الحالي، لانه ده جيل اتربى على ام سيده عامله فتاب، يعني كانت المساله مش سهله بالنسبه لها. هي الاستقلاليه دلوقتي، بصي هم البنات دلوقتي الحقيقه يعني الواحد شاف طلاب اشكال والوان وفي سنوات عده، الفتره الاخيره دي يعني الواحد بيزعل يقول كده، دي الحقيقه، البنات يعني اجدع شويه من الولاد، الجيل اللي موجود، وبالتالي لازم الجيل ده يكون عنده
قدوة، حماس، لازم نحرك فيهم حاجات نخليهم حاسين بالامور عشان ما يبقاش في توجه تجاه انا هشتغل مع اولاد انا هشتغل مع بنات. لا، احنا عايزين المجتمع يشتغل مع بعضه. لكن الحقيقه بجد هم البنات بيبذلوا مجهود اكتر وبيبقوا مركزين اكتر وعندهم استعداد للعمل اكتر. طيب وتربيه ومسؤوليه كمان. دكتور، الجوائز اللي حضرتك حصلتي عليها، وايه هو التخطيط الاستراتيجي في الموارد البشريه؟ بصي، موضوع الموارد البشريه ده موضوع يعني مهم جدا لمصر. انا بيتهيالي ان هم محتاجين، مصر كلها محتاجه تهتم جدا بموضوع الموارد البشريه. ليه؟ الانسان. لانه انا وحضرتك واي حد لو مش بنعمل شغلنا اللي احنا عارفينه وفاهمينه ومتمكنين فيه ومدركين كيفيه ادائه، الحقيقه مش هنعرف نؤديه. هتبقي زي الموظف اللي راح الشغل ورجع وما عملش حاجه. طب احنا محتاجين نعمل ايه في حكايه الموارد البشريه دي؟ الناس فاهمه زمان انه الموارد البشريه دي يعني اشتغل اديله شغلانه واقول له مهاراتك ايه وتقيم ازاي وتاخد مرتبك ازاي وتروح. الحقيقه الموارد البشريه ما عادتش كده. الموارد البشريه بقت بتبص للبني ادمين ان هم الاستثمار، يعني اسمها حتى الافعال، الحاجات اللي بنتكلم عليها دلوقتي اسمها الاستثمار في الموارد البشري. يعني ازاي استثمر في هذا المورد اللي هيجيب لي موارد، مش بس ماليه، هيجيب لي كل الموارد. لانه انا لو معايا النهارده اموال ومعدات بس ما عنديش بني ادم مدرب التدريب الكافي، هيعمل ايه؟ هيبوظ الشغلات. الاموال والمعدات مش هتعمل حاجه. لكن انا لو بستثمر بقى في حد، بستثمر فيه عشان اخليه جاي الشغل مبسوط. كلمه المبسوط المناخ دي البيئه التنظيميه. وبعدين بنشتغل دلوقتي على حاجه اسمها هيلثي انفايرمنت، يعني البيئه تبقى بيئه صحيه. مش صحيه بمعنى بقى التكييف والهواء والكراسي، لا لا، الاحقاد والغيره والمنافسه وليه ده اخد وليه ده مش معنى الكلمه اللطيفه بتاعتش معنى. والناس كمان ما بتبصش، يعني مثلا ممكن حاجه تبقي ناجحه في شغلتك، محدش بيشوف النجاح ده، بيشوف النجاح بس، ما بيشوفش اللقطه اللي بعد النجاح واللي قبل النجاح او اللي بعد واللي حصل استرس لحد ما توصلي للنجاح او الكفاح اللي حصل للوصول للنجاح. فالناس دايما بتاخد الجزء الظاهر، ما بتشوفش المنظومه على بعضها. الموارد البشريه الحقيقه الفاعله في منظماتنا لازم تهتم بكل الموظفين عشان يكونوا منتجين، يكونوا فاعلين، يكونوا كمان مبسوطين، يكونوا سعداء، وتهتم بيهم في عملية حاجة تخليهم يحسوا بالرخاء لنفسهم، فيبقى في رخاء للدولة. الويلبينج دي حاجة بنشتغل عليها دلوقتي في الموارد البشرية. الموارد البشرية بعيدة تماما كل البعد عن الحضور والانصراف والبصمة بعيدة تماما، بعيدة تماما عن أنا مسميها الموارد البشرية بعض المنظمات في مصر هاي باي، يعني يشوفك وانت داخل وانت جاي تعمل انترفيو كده ويشوفك وانت مروح، لكن مفيش معاملات داخلية. الموارد البشرية الفعلية والتخطيط لها السليم، يعني الموظف لو عنده أي مشكلة مع مديره أو عنده أي مشكلة في العمل أو عنده أي مشكلة تتعلق بأي حاجة، لازم يكون متواجد في إدارة الموارد البشرية تكون بتحلله حاجته. وقبل ما تكون بتحلله مشاكل يكون مفيش مشكلة أصلا. الموارد البشرية دي لازم تكون متغلغلة في طيب في الناس. طبعاً يعني عذرا، يعني ده بيحصل في مؤسستك يا دكتور أو بتقدري تطبقيه في مجال عملك الحالي ولا لسه الناس ما فهمتش هذا التخصص بشكل؟ بصي، احنا عندنا لو بنتكلم على الاكاديميه تحديدا، يعني انا بيتهيألي الاكاديميه حجمها كبير. الموارد البشريه احنا عاملين، هكلمك على اكتر من بعد. احنا مهتمين بالموارد البشريه عموما، يعني احنا الناس بتوعنا مهتمين بيهم عموما في كل المجالات من حيث تدريبهم وتعليمهم وتثقيفهم وكل الاشياء. مهتمين بيهم من النواحي الصحيه، لانه جزء الموارد البشريه الاهتمام بالصحه، فمهتمين بيهم صحيا. مهتمين بيهم في التخصصات والوظائف وما شابه. اداره الموارد البشريه بتاعتنا احنا بقى تحديدا، انا يعني لست مخوله ان انا اتكلم عنها، ولكن هي بتعمل حاجه دلوقتي اتوقع انها ماشيه في الطريق السليم، انه كل الناس اللي فيها بداوا ياخدوا دراسات تاهيليه تؤهلهم انهم يكونوا اكفأ في اداره العمل. يعني بياخدوا دبلوم موارد بشريه. يا ريت الناس كلها تبقى، يعني النهارده الصبح احنا عندنا دوره لانا وجميع زميلاتي، واحنا يعني انا كبير، يعني ما كبير مذيعات، فدوره لاعاده مهارات الاعلام. مش عيب، بالعكس احنا بنتعلم بالظبط. تطوير الحاجه المطوره، الاحتكاك في حد ذاته بيعطينا ثقل شديد. اللي بيقول ما اتدربش وانا كبرت وانا وصلت، ده بدايه لا بص اقول لك حاجه، موضوع التدريب ده مستمر ما لا نهايه.
زي ما تكون ما فيش حاجه اسمها انا عرفت الاخر ليه، لانه مين قال ان في اخر؟ ما هو في ناس تانية بتشتغل في حتت تانية كتير. انت عارفه حضرتك في مؤسسات بحثيه ما بتشتغلش غير في الابحاث، في ناس فاضيه متفرغه لهذه المجالات. احنا ليه ما نستفدش وناخد خلاصه الافعال؟ يعني لو حد عمل حاجه ليه ما نقراهاش وناخدها ونستفيد منها ونطبقها؟ الدوله عموما الاكاديميه والدوله وكل الناس واغلب الشركات اللي الواحد شافها ودخلها، واغلب احنا كمان انا بعتبر نفسي محظوظه لانه طلابنا طلاب دراسات العليا هم مدراء في شركاتهم، فالناس دي احنا بنقول لهم الطريقه الصح لكيفيه تنفيذ الموارد البشريه فبيروحوا يطبقوها بالفعل. فدي بتبقى نجاحات تانية بتضاف. فانا اعتقد ان الموارد البشريه محتاجه يعني اهتمام اكبر، محتاجه نظره شامله اكتر، الناس تفهم ان ده تخصص مهم جدا وان هو تخصص مرتبط بتخصصات تانية، يعني مرتبط بسلوك الناس في المؤسسات مش مرتبط بس بالموارد. يعني الموارد البشريه سلوك تنظيمي، دول اصحاب، انا دايما اقول دول اخوات كده لازقين في بعض، توأم، لازم يكونوا مرتبطين ببعض لانه دول الاثنين بيخلوكي تقدري تؤدي في المؤسسه بالطريقه المناسبه. طيب دكتور غاده قالت لي على حاجه لطيفه جدا، قالت لي انها اغلى واقيم جايزه اخذتها كانت في رساله الدكتوراه. حكيت لك سر. وهي كمان النهارده جايبه لي لابساه يعني وبتقول لي ده بالنسبه لي رغم ان هو دايموند لان هو بصي قد ايه وانا معتزه بيه جدا لانه له مناسبه ان انا اتكرمت عشان رساله الدكتوراه. هتقولي وفي لندن مش في مصر، مش تقليلا من مصر، ولكن ده بيدل ان احنا نستطيع، ان مصر تستطيع لانها تستحق بالفعل. اتفضلي دكتور. دي بقى كانت مفاجاه انك انت قلتي لي كده دلوقتي، انا قلت لك سر بره. بصي هو كل مرحله مش ذكرى طبعا، كل مرحله من مراحل العمر الواحد كل ما بيكبر كل ما بيدرك ان كل مرحله فيها حاجات جميله وفيها صعوبات، والصعوبات ساعتها بيبقى الواحد حاسس انها صعبه جدا، لكن هو الحقيقه بعد ما بتعدي بيبص لها كده ويقول ياه دي عدت، فده الحمد لله، دي بيبقى فضل من ربنا الواحد ما بقاش واخد باله. العيشه الحقيقه ما كانتش سهله، انا كنت في انجلترا وطبعا انا الحقيقه لازم احيي زوجي لان هو اللي وافق ان انا، كان ممكن يقول لي ما تسافريش، انا سافرت الحقيقه وخدت بنتي كمان، يعني انا كانت بنتي عندها 4 سنين وقتها، انا خدتها في ايدي الحقيقه. برضو حد يعني فيها تشالنج الحقيقه. فالحقيقه اما ناقشت كنت مرعوبه طبعا، وبعدين فخدت اخدت يعني ريسيرش كان قوي الحمد لله، وادوني جايزه وقتها، فالجايزه دي اللي ادوها لي كانت جايزه ماليه، فلقيتهم كاتبين لي جواب كده ريكومنديشن لطيف، جواب شكر لطيف، وكاتبين فيه انه هتاخدي جايزه ماليه قد كده بس سددي، كنت بدفع بالاقساط بصراحه، فقالوا لي سددي اخر قسط ولكي الجايزه بتاعتك. جواب ده عندي طبعا محتفظه بيه لانه جواب يعني. فخدت الفلوس دي، طب اعمل ايه انا بالفلوس دي؟ انا مش عايزه فلوس. فخدت الفلوس ونزلت على محل جنبنا، كنا دايما بنعدي عليه جنب الكليه، محل طبعا يعني وقتها ما كناش نقدر ندخله. فالحقيقه بصراحه دخلت وقلت له بس انا عايزه بالفلوس دي الحاجه دي، عايزه اي حاجه بالفلوس دي عشان افضل فاكراها تبقى موجوده عندي. وذكرى وخدته. هو اصغر خاتم عندي في حياتي، لكن هو اغلى خاتم عندي في حياتي الحقيقه. دكتور غاده انا حابه انك احنا نتكلم عن المراه ومناهضة العنف، فأنا مش مع يعني ما أعرفش، أنا شخصيا يمكن كنا بنشارك بعضنا البعض في ندوة وكان هي ليها سبيتش دكتور غادة حلوة قوي قالته وده اللي شدني لها رائع يعني الحقيقة، لكن أنا دايما بقول أنا لم يعني مش عارفة إذا كان متاح ده إن أنا أقوله، لكن ليه الناس طول الوقت بتقول إنه بيتحرش بهن؟ يعني السيدات ليه بيتحرش بهن؟ الموضوع مش كده، الست هي من تحدد علاقتها بالآخر طبعاً. هي تستطيع إنها تتعامل يعني مش هيقدر هو أي رجل أو أي ذكر، لأن مفيش رجل بيتحرش بأنثى كده، لكن أي ذكر في البطاقة من الممكن أن يتحرش بأنثى، يعني مش هيقدر يعمل ده إلا إذا خبط الباب مرة واثنين ولقى أن الدنيا أوكي. فكانت بتتكلم دكتورة غادة عن حاجات بهذا المفهوم وهذا المعنى في، وقالت أنه الست
اقوى من انه يحصل ده معك. صحيح. احنا طبعا انا شرفت ان انا يعني اتقابلنا انا وحضرتك في الندوه دي، وكانت ندوه لطيفه جدا. كانت بتتكلم لو حضرتك فاكره كانت كليه الاداب مراهقه العنف واليو ان الامم المتحده كانوا عاملين الندوه العظيمه دي، وكانت النواحي القانونيه هم كانوا بيترقوها من الناحيه القانونيه، وطلب مني ان انا اتكلم من النواحي السلوكيه. الحقيقه انا هعيد نفس الكلام مره تانية، يمكن مش بنفس الترتيب لكن يعني نفس الفكره. انا برضو مع حضرتك في القصه دي، لازم المجتمع يفرق بين حاجتين، بين الرجوله والذكوره طبعا ده مبدئيا. وبعدين المراه مع حضرتك بقى حكايه انه هي بتسمح او لا تسمح، هي اللي بتدي الحدود. يعني انا لو عايزه ادي حدود لحد حد معين هحطها، لو مش عايزه لحد مش هحطه. وبالتالي انا لا اعتقد انه في حاجه اسمها انه حد يضايق حد في مجال العمل لحد ما نوصل لكلمه الهراسمنت او التحرش، لانه هي اللي بتسمح بده. لو هي قبلت ده خلاص تعمل ده، لكن هي تقدر تكون بمنتهى القوه، ومحدش يقدر يقول ان المراه ضعيفه، لان انا مش شايفه ان المراه ضعيفه. المراه ضعيفه بايه؟ احنا مش داخلين يعني حلقه كمال مش داخلين حلقه مصارعه. ولو ان في الجيم دلوقتي كلهم بنات الحياه بيلعبوا وعضلات، لكن قصدي احنا مش داخلين حلقه مصارعه، لانه لو بنتكلم ان احنا قاعدين في الورك في الشغل بتاعنا، فالشغل بتاعنا بيقول انه احنا بنتعامل في منظومه عمل، يبقى كل حد بيؤدي عمله. بالزبط. فالمرأة تقدر تحط الحدود الفاصلة إذا كانت تستطيع. دكتورة غدا، الحقيقة أنا شرفت بوجودك. إن شاء الله الحلقة الجاية نبارك لك على جائزة الإمارات، ليست الأولى ولكنها إن شاء الله تكون، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة، ولكن لما يكون في منافسة دولية فإحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنقول يلا نشجع ويلا نعمل فوت لدكتورة غدا القط على السايد. اللي هيدخل على لينك الحلقة هيلاقي السايد بتاعها. بنتمنى التوفيق ليكي، نموذج مشرف، أم ناجحة وزوجة ناجحة وقيادة واعية. فبتمنى التوفيق الدائم ليكي، وإن شاء الله تكوني قريبا معنا وأنت حاصلة على هذه الجائزة. أنا بشكر حضرتك جدا، وأنا شرفت بوجودي معاكم النهاردة، وشرفت بحضرتك شخصيا وفريق الإعداد كله. أنا بشكركم على الاستضافة الكريمة، وأتمنى كنت ضيف خفيف عليكم. سكر مش خفيف. الله يخليك.